من القاهرة معي دكتور هشام سباعي، أستاذ جراحة الأورام بمعهد الأورام القومي في جامعة القاهرة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هشام. إذا البدانة قد تصبح مسببا رئيسا أكثر من التدخين في السرطان لكل الحالات، أم إذا ما كانت البدانة يرافقها أمور أخرى فيما يتعلق بالحالة الصحية؟ هو حضرتك العوامل المساعدة السرطان غير العوامل المعروفة الأساسية، يعني التدخين بيمثل 30% من الحالات، والأكل بمختلف أنواعه من سواء كان صحي أو غير صحي بطريقة غير مظبوطة بيمثل حوالي 30%، البدانة 15%، والالتهابات والفيروسات 15%، البدانة 15%، الانفكشنز أو الالتهابات المتعددة ميكروبية أو فيروسية 7، الفيزيكال ان اكتيفيتي يعني مفيش حركه مفيش رياضه تمثل 5%، الكحول 4%، التعرض للاشعاع ونسبه بسيطه 3%، اوكيبيشنال هازرد حسب العمل او اشياء هذا والتلوث يمثل 3%، انما هو النسبه والتناسب لما التدخين هيقل اذا البدانه هتحتل مرتبه اعلى تدريجيا. إذا كنا عايزين نعرف ازاي البدانة فيها دخل في حدوث السرطان، يعني أنا مش عم بسمع بوضوح للأسف، بس رح حاول بس سؤال ثاني دكتور هشام. كنسبة إذا ما استطعنا أن نحدد البدانة، ما نسبة البدناء اللي ممكن أن يصابوا بالسرطان بسبب البدانة؟ البدانة عموما تسبب السرطان بنسبة 15% زي ما قلنا عموما، لان البدانه ازاي ليه ازاي بتعمل سرطان او ازاي بتساعد في السرطان، لانها بتسبب نوع من الالتهاب المزمن المستمر مع اختلال الهرمونات. يعني الناس البدناء طبيعي بيبقى عندهم اختلال هرموني اما ادى الى حدوث البدانه او زياده هرمون الاستروجين نتيجه البدانه او حدوث كمان دامج للدي ان اي كل هذه طبعا عوامل اكثر في البدناء نتيجه الالتهاب المستمر مجتمعه تقود الى سرطان. انا اشكرك، اعذرني انتهى وقت البرنامج عذرا، دكتور هشام سباعي استاذ جراحه الاورام معهد الاورام القومي بجامعه القاهره.